روح رياضية وان شاء الله يا اخويا. احنا المغرب خاوة والسياسة خليوها للسياسة. شعب المغرب والشعب تتزاير خاوة كل ما ان شاء الله. والشعب انا كمواطن جزائري ونتكلم نقدر نقول نتكلم باسم الشعب الجزائري كامل. احنا كشعب جزائري نطالب الدولة الجزائرية بفتح الحدود مع المغرب. فهمت؟ انا كجزائري وجزائري يكون نطالب بفتح الحدود مع المغرب. المشاكل السياسية خليوها في السياسة، ما تحرموش عائلات تسكن في الحدود، حرمتوهم من بعضهم، اخوة متزوجين في الجزائر وفي مغنية ما يتلاقاوش من عند منذ غلق الحدود من 94. فهمت؟ وهذه الفكرة سياسة يهودية داروا قنبلة في المغرب، في الفندق في المغرب. المهم نطالب ان شاء الله. لا ما تهمش الكرة، كرة مسال. اصبر، ما تهمش الكرة، الكرة مجرد لعبة بس. ما تحرموش الشعب من بعضه، ما تحرموش الناس والسكان من بعضهم. حلونا الحدود، فهمت؟ حلونا الحدود كجزائري. حلوا الحدود. 1 2 3 فيفا لا جيري. 1 2 3 فيفا لا جيري. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.